المعاني الفريدة فيها وصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة تابع التابعين عاش ما يقارب 90 من عمره لم يخرج من المدينة تعلم العلم على يد التابعين والأئمة كسعيد المسيب وغيره ونافع والأئمة. الإمام مالك هذا هو إمام دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث الترمذي يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة وهو مالك صاحب الموطأ، وهو إمام المالكية الذين في العالم الآن، ممكن يتبع مذهبه والله أعلم ما يقارب 400 مليون الآن أو أكثر أو 500 مليون، هذا بس في عهدنا المالكية. يعني مالك بن أنس عنده هو حياته جميلة وجليلة، إمامه له نواحي تكاملية وعجيبة، لكن نتكلم عن المداومة. تصور إنسان عنده كتاب الموطأ هكذا 500 حديث يمكن 400 صفحة، داوم على تدريس ما يقارب 70 سنة ليلا نهارا، ما عنده مادة جغرافية ولا هندسة ولا جبر ولا حساب ولا مطالعة ولا ثقافة إسلامية ولا أدب ولا شعر ولا شيء، حافظ القرآن. وهو إمام مالك ترى فريد، أولا صاحب زي، كان يلبس جميلا جميلا جدا، صاحب رائحة جميلة، يوضع الألوة يعني المبخر المجمر أمامه ويأخذ الخادم أمامه ويحطون المجمر، يلبس هو قلنسوة ويلبس عمامة ويغتسل كل يوم ثم يتطيب ثم يتبخر ثم يمشون أمامه، يلبس البرد بألف درهم، ألف درهم البرد، كان فقط يعني ما يضحك، وكان لا يلهو ولا يعني ولا يعبث ولا شيء، إذا جلس مكان عنده هيبة لا يعلمه إلا الله، توقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ذكروا عن العلماء مسألة كرامة، كان يحدث، إذا حدث الموطأ ما لا يضحك أحد، لا يتكلم أحد، لا يستهزي أحد، وإذا تكلم أحد يقول أخرجوه، كان عنده غلام مثل العسكر مثل الجنود، كان مهاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون الرجل خارج المسجد فيجلسون الناس كأن على رؤوسهم الطير وهم يسمعون هذا الحديث من إمام دار هجرة، كان جميلا طويلا أبيض مشوب بحمرة، إذا رأيته هبته، وكان أيضا حتى متنعم يحب اللحم، قيل له ما أحسن الفاكهة؟ قال الموز، لأنه لم تمسه يد إنسان، وكان مع ذلك متقي لله خاشع لله. يقال عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلا ليلة من ليالي كأنه ما نام على وضوء، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نسي الوضوء، كان ينام على وضوء وينب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في قريب من مسجد يعني من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كان يحدث في الموطأ، يحدث الناس في الحديث، إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع الحديث، على الناس وقار وسكينة، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم كلهم على رؤوسهم الطير، كان على رؤوسهم الطير، فكان يحدث ويحمر وجهه أحيانا ويسود ويحمر ويسود مرات كثيرة. فلما انتهى قال له بعض الطلاب يا أبا عبد الله رأينا وجهك تغير، فرفع ثوبه فإذا عقرب لدغته ما يقارب 7 لدغات في رجله، ثم أخذ قال هذه لدغتني عقرب وخشيت أن أقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ ريقا فقرأ سورة الفاتحة في ريقه ومسح قدمه فبرئت بإذن الله. إن هذه الولاية والصدق الإمام مالك جعله صادقا في الدنيا. الإمام مالك الآن أنا ذهبت إلى دول إفريقية كلها على مذهب مالك يترضون عنه، وأئمة كبار على مذهب مالك ومحدثون على مذهب مالك، ونسأل الله له من القبول في الأرض ما الله بعليم. لا الموطأ ترى ألف موطئات، قيل له ألف فلان موطئ، ألف قال ما كان الله يبقى، ذهبت موطئاته وبقي موطئه. شكرا، غفر الله لمالك بن أنس ورجع معنا به في الفردوس الأعلى، تحياتي لكم وإلى اللقاء. تلك المعاني الفريدة
بعيدة فيها وصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة.